لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، كيداير الحاج؟ لاباس على الله، الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ نحمد ربي ونشكروه. بغيت الدعاية ديال مع الدراري ومع مول الدار، عاد جات شوية. الله يشافيه ويعافيه يا رب. يو داعي مع الوالدين. يا ربي الله يحفظهم ليك. ومع بنياتي راهم شوية تاهما شوية الصحة قليلة. الله يشافيهم، الله يقويهم يا رب. يا رب. وعدي واحد سؤال خواتاتي. ايه عدي واحد سؤال، انا حزيت وبعديت من الحج كنت نبيع ونشري قبل وبعديت دركا كنبيع ونشري، اشنو عدي زعما؟ ايه وخل وخل لا خدوش، الله يتقبل منك يا الله. داعى الجمع الوالدين ومعك وخل لا خدوش، بارك الله فيك وهنيئا لك، هنيئا لك. اللي حجيتي اللي حج راه ماشي هو اللي حج، راه الله تعالى هو اللي احبه ونادى عليه ويسر له السبل وآقامه بين يديه في ذلك المقام في ذلك المشهد. هذا فضل من الله، الله يتقبل منك الحج ديالك، يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، وإن شاء الله بالعودة إن شاء الله سنوات متوالية فضلا من الله وإكرما. لالا خدوج، السؤال ديالك أنك كنت كتبيع وتشري قبل الحج ودابا كتبيع وتشري بعد الحج، هو البيع والشراء هذه وظيفة سامية، وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين، بل إن زوجة النبي المصطفى أمنا خديجة رضي الله عنها كانت كدير البيع والشراء حينما تعرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لزواجها. كانت في الأول علاقة تجارية، كانت تبعث القوافل وكتقوم بحملة تجارية، وسيدنا النبي يشتغل في ذلك الموضع، تعرف عليها وتزوج بها وبقات كتشتغل والمال ديالها وظفته لخدمة الدعوة الإسلامية. فالتجارة مباركة والبيع والشراء مباح سواء للمرأة وللرجل، فالإسلام لم يمنع المرأة أنها تشتغل وتعمل وتبيع وتشري باستثناء الشروط المعروفة، أن تكون المادة اللي كان بيع وشروا فيها تكون مباحة من الأمور المباحة اللي فيها المنفعة للناس. وفي البيع والشراء كان حول ما أمكن نحرصوا أننا نخدموا بالنية وبالصدق، وأننا نتجنب الاحتكار، نتجنب التطفيف في الميزان، ويل للمطففين أو غير ذلك، الأمور عارفها الناس كلهم. أما الفعل هو في حد ذاته مبارك، وسيدنا النبي كان يثني على التاجرين وعلى البياع والشرايا وعلى العامل عموما، كان يقول إن الله يكره العبد البطال، العبد البطال الذي ما كيشتغلش. وكان اللي كيبيع وشري وفيخ بكري قال بارك الله لأمتي في بكورها، خرج بكري بيع وشري. الله يعاونك لله، الله يتقبل منك، ونطلب الله تعالى وليداتك وبنيتك الله يسعدهم، الله يعاونهم، اللهم تعالى يجعلهم على كلمة واحدة ويفتح لهم أبواب التيسير وأبواب الفرج، والوالدين الله يشافيهم ويطول لهم العمر ويزكي لهم الأعمال، وجميع أفراد الأسرة يكونوا إن شاء الله سعداء ويكونوا مباركين وهذه الجمعة المعظمة. وانت لالا خديجة تكوني الترية مضوية على الجميع، تكوني إن شاء الله كلمتك حلوة ورايتك مرفوعة وكلمتك مسموعة ورزقك متصل غير منقطع فضلا من الله وإكرما. وهذه الجمعة المعظمة عند الله، اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. خلي الله خدوش، بارك الله فيك وهنيئا لك، هنيئا لك. اللي حجيتي اللي حج راه ماشي هو اللي حج، راه الله تعالى هو اللي أحبه ونادى عليه ويسر له السبل وآقامه بين يديه في ذلك المقام في ذلك المشهد. هذا فضل من الله، الله يتقبل منك الحج ديالك، يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، وإن شاء الله بالعودة إن شاء الله سنوات متوالية فضلا من الله وإكرما. لالا خدوج، السؤال ديالك أنك كنت كتبيع وتشري قبل الحج ودابا كتبيع وتشري بعد الحج، هو البيع والشراء هذه وظيفة سامية، وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين، بل إن زوجة النبي المصطفى
أمنا خديجة رضي الله عنها كانت كدير البيع والشراء. حينما تعرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لزواجها كانت في الأول علاقة تجارية، كانت تبعث القوافل وكتقوم بحملة تجارية، وسيد النبي يشتغل في ذلك الموضع، تعرف عليها وتزوج بها وبقات كتشتغل والمال ديالها وظفته لخدمة الدعوة الإسلامية. فالتجارة مباركة والبيع والشراء مباح سواء للمرأة وللرجل. فالإسلام لم يمنع المرأة أنها تشتغل وتعمل وتبيع وتشري باستثناء الشروط المعروفة، أن تكون المادة اللي كنبيعوا ونشروا فيها تكون مباحة، من الأمور المباحة اللي فيها المنفعة للناس. وفي البيع والشراء كنحاولوا ما أمكن نحرصوا أننا نخدموا بالنية وبالصدق، وأننا نتجنب الاحتكار، نتجنب التطفيف في الميزان، ويل للمطففين أو غير ذلك. الأمور عارفها الناس كلهم، أما الفعل هو في حد ذاته مبارك. وسيدنا النبي كان يثني على التاجرين وعلى البياع والشراية وعلى العامل عموما، كان يقول إن الله يكره العبد البطال الذي ما كيشتغلش، وكان لك يبيع شري وفيخ بكري، قال بارك الله لأمتي في بكورها، خرج بكري بيع شري، الله يعاونك لله، الله يتقبل منك، ونطلب الله تعالى وليداتك وبنيتك الله يسعدهم، الله يعاونهم، اللهم تعالى يجعلهم على كلمة واحدة، ويفتح لهم أبواب التيسير وأبواب الفرج، والوالدين الله يشافيهم ويطول لهم العمر ويزكي لهم العمل، وجميع أفراد الأسرة يكونوا إن شاء الله سعداء ويكونوا مباركين، وهذه الجموع المعظمة. وانت لالا خديجة تكوني الترية مضوية على الجميع، تكوني إن شاء الله كلمتك حلوة ورايتك مرفوعة وكلمتك مسموعة ورزقك متصل غير منقطع فضلا من الله وإكرما، وهذه الجموع المعظمة عند الله. اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. خلال الله خدوش بارك الله فيك، وهنيئا لك اللي حجيتي. اللي حج راه ماشي هو اللي حج، راه الله تعالى هو اللي أحبه ونادى عليه ويسر له السبل وأقامه بين يديه في ذلك المقام، في ذلك المشهد. هذا فضل من الله، الله يتقبل منك الحج ديالك، يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، وإن شاء الله بالعودة إن شاء الله سنوات متوالية فضلا من الله وإكرما. لالا خدوج، السؤال ديالك أنك كنت كتبيع وتشري قبل الحج ودابا كتبيع وتشري بعد الحج، هو البيع والشراء هذه وظيفة سامية، وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين، بل إن زوجة النبي المصطفى أمنا خديجة رضي الله عنها كانت كدير البيع والشراء. حينما تعرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لزواجها كانت في الأول علاقة تجارية، كانت تبعث القوافل وكتقوم بحملة تجارية، وسيد النبي يشتغل في ذلك الموضع، تعرف عليها وتزوج بها وبقات كتشتغل والمال ديالها وظفته لخدمة الدعوة الإسلامية. فالتجارة مباركة والبيع والشراء مباح سواء للمرأة وللرجل. فالإسلام لم يمنع المرأة أنها تشتغل وتعمل وتبيع وتشري باستثناء الشروط المعروفة، أن تكون المادة اللي كنبيعوا ونشروا فيها تكون مباحة، من الأمور المباحة اللي فيها المنفعة للناس. وفي البيع والشراء كنحاولوا ما أمكن نحرصوا أننا نخدموا بالنية وبالصدق، وأننا نتجنب الاحتكار، نتجنب التطفيف في الميزان، ويل للمطففين أو غير ذلك. الأمور عارفها الناس كلهم، أما الفعل هو في حد ذاته مبارك. وسيدنا النبي كان يثني على التاجرين وعلى البياع والشراية وعلى العامل عموما، كان يقول إن الله يكره العبد البطال الذي ما كيشتغلش، وكان لك يبيع شري وفيخ بكري، قال بارك الله لأمتي في بكورها، خرج بكري بيع شري، الله يعاونك لله، الله يتقبل منك، ونطلب الله تعالى وليداتك وبنيتك الله يسعدهم، الله يعاونهم، اللهم تعالى يجعلهم على كلمة واحدة، ويفتح لهم أبواب التيسير وأبواب الفرج، والوالدين الله يشافيهم ويطول لهم العمر ويزكي لهم العمل، وجميع أفراد الأسرة يكونوا إن شاء الله سعداء ويكونوا مباركين، وهذه الجموع المعظمة. وانت لالا خديجة تكوني الترية مضوية على الجميع، تكوني إن شاء الله كلمتك حلوة ورايتك مرفوعة وكلمتك مسموعة ورزقك متصل غير منقطع
فضلا من الله وإكرما، وهذا الجمعة المعظمة عند الله. اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.